أسعد الله صباحكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص التعليم عن بعد لمادة الرياضيات، حيث سنخصص هذه الحصة لتصحيح الأنشطة الداعمة. ففي البداية أتمنى أن تكونوا قد قمتم بإنجاز واجبكم. نبدأ بتصحيح التمرين الأول. أضع وأنجز. كما ترون لدينا ثلاث عمليات للطرح. سوف نقوم بتحويل هذه العمليات الأفقية إلى عمليات عمودية ونحسب الفرق. نبدأ بالعملية الأولى. 87 ناقص 42. في عملية الطرح دائما نبدأ بالعدد الأكبر، وأكبر عدد لدينا هنا هو 87، لأن رقم عشراته أكبر من رقم عشرات العدد 42. نضع 7 في صف الوحدات، ونضع 8 في صف العشرات. بعدها ننتقل إلى العدد 42. نضع 2 تحت رقم الوحدات، ونضع 4 تحت رقم العشرات، ونضع إشارة ناقص. بعدما قمنا بوضع الأعداد في مكانها المناسب، سنقوم الآن بحساب الفرق. نبدأ دائما من صف الوحدات. 7 ناقص 2 كم تساوي؟ لدينا 7 أصابع، سوف نقوم بطرح 2، كم سيبقى؟ نعم 5، أحسنتم. ننتقل إلى صف العشرات. 8 ناقص 4 كم تساوي؟ لدينا 8 أصابع، سنطرح منها 4، كم سيبقى؟ نعم 4، جيد. الفرق هو 45. ننتقل إلى العملية الثانية. 59 ناقص 9. نبدأ بأكبر عدد وهو 59. نضع 9 في صف الوحدات، ونضع 5 في صف العشرات. بعدها ننتقل إلى العدد 9. ماذا يمثل لنا العدد 9 يا صغاري؟ نعم يمثل لنا الوحدات، جيد. إذن يجب أن نضعه تحت رقم الوحدات، ونضع إشارة ناقص. 9 ناقص 9 كم تساوي؟ سبق وقلنا عندما نقوم بطرح عدد من نفس العدد دائما يكون الفرق صفر. إذن 9 ناقص 9 تساوي صفر. 5 ناقص لا شيء تبقى 5. الفرق هو 50. ننتقل إلى العملية الثالثة. 76 ناقص 20. نبدأ بأكبر عدد وهو 76. نضع 6 في صف الوحدات، ونضع 7 في صف العشرات. بعدها ننتقل إلى العدد 20. نضع 0 تحت رقم الوحدات، ونضع 2 تحت رقم العشرات، ونضع إشارة ناقص. 6 ناقص لا شيء تساوي 6. 7 ناقص 2 كم تساوي؟ سنطرح 2 من 7، كم سيبقى؟ نعم 5، أحسنتم. الفرق هو 56. نمر إلى التمرين الثاني. ألاحظ المعلومات المسجلة أثناء البحث الذي أجري حول الرياضات المفضلة عند تلاميذ المستوى الأول. 4 تلاميذ يفضلون السباحة، 10 تلاميذ
يفضلون كرة القدم. ستة تلاميذ يفضلون ركوب الدراجة. وخمسة تلاميذ يفضلون الجري. كما ترون لدينا هنا بيانات ومعلومات سنقوم بتنظيمها داخل هذا الجدول. لاحظوا معي هنا لدينا نوع الرياضة التي يفضلها هؤلاء التلاميذ، وهنا سنقوم بكتابة عدد التلاميذ الذين يفضلون السباحة، كرة القدم، ركوب الدراجة، والجري. إذن عدد التلاميذ الذين يفضلون السباحة كم؟ أربعة تلاميذ. جيد، نكتب هنا أربعة. عدد التلاميذ الذين يفضلون كرة القدم، لاحظوا هنا لدينا عشرة تلاميذ، نكتب هنا عشرة. عدد التلاميذ الذين يفضلون ركوب الدراجة كم؟ ستة تلاميذ. أحسنتم. عدد التلاميذ الذين يفضلون الجري كم؟ خمسة تلاميذ، نكتب خمسة هنا. لاحظتم كيف قمنا بتحويل هذه البيانات وعرضها داخل هذا الجدول؟ والآن ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة. ما الرياضة التي يفضلها أكبر عدد من التلاميذ؟ لاحظوا هذه الأرقام، من هو العدد الأكبر هنا؟ هو العدد عشرة. إذن الرياضة التي يفضلها أكبر عدد من التلاميذ هي كرة القدم. ما الرياضة التي يفضلها أقل عدد من التلاميذ؟ أقل عدد هو أصغر عدد، إذن أصغر عدد في هذا الجدول هو العدد أربعة. إذن الرياضة التي يفضلها أقل عدد من التلاميذ هي السباحة. وبهذا نكون قد أنهينا من تصحيح هذه الأنشطة. وفقكم الله ورعاكم، والسلام عليكم.